شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم a tour of the cell، يعني جولة داخل الخلية. ايه اللي درسناه في الشابتر دوت؟ نمشي كده step by step. نمرة واحد الميكروسكوبس، اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوبس. The difference between plant cell and animal cell، الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. ايه الادفانتجز بتاعت الخلية النباتية؟ وايه الادفانتجز المميزات بتاعت الخلية الحيوانية؟ بعد كده درسنا حاجة اسمها الاندوميمبرين سيستم، منظومة الأغشية الداخلية. يعني ايه منظومة الأغشية الداخلية؟ يعني الكومبوننتس المحتويات اللي موجودة جوه اليوكاريوتيك سيلز، جوه الخلايا حقيقية النواة، اللي بتقسم الخلايا حقيقية النواة لأورجانيلز واضحة، لعضيات واضحة. هنتكلم كمان عن تو أورجانيلز اللي هم ليهم علاقة بالطاقة بالإنرجي، هم الإنرجي كونفيرتيف أورجانيلز أو العضيات المحولة للطاقة، الميتوكوندريا والكلوروبلاست. اللي أهم ما يميزهم أن هم not part of the endomembrane system، مش من ضمن منظومة الأغشية الداخلية، صح؟ وهنختم بعد كده بالإكسترا سيلولار برودكتس في الشابتر دوت، اللي هي المكونات خارج الخلوية. يعني إيه خارج الخلوية؟ الحاجات اللي بره الخلية، الحاجات اللي بره الخلية اللي هي الإيه؟ هنتكلم عن السيل وول في البلانت سيل، الجدار الخلوي مش الغشاء الخلوي في الخلية النباتية. وهنتكلم على ايه كمان؟ وهنتكلم عن الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هي المادة خارج خلوية في حالة الانيمال سيل. وهنختم بالفرق بين السيليا والفلاجيلا، the differences between cilia and flagella، الفرق بين الاصوات والاحداث. نبتدي اول حاجة خالص في الشابتر دوت باللايت مايكروسكوب. قلنا ان اللايت مايكروسكوب هو المايكروسكوب which uses light، اللي بيستخدم ضوء to magnify images علشان يساهم في توضيح الصوره المكبره. معنى كده ان بيعمل عمليه ماجنيفيكيشن هو اللينس، ولكن اللي بيساعدك في رؤيه الماجنيفيكيشن دوت هو اللايت. فاللايت مايكروسكوب اذا مايكروسكوب which magnify image، بيكبر الصوره by using light، باستخدام الضوء، عن طريق انه يعمل ايه؟ يمرر الضوء passes through specimen من خلال العينه، then وبعد كده through glass lenses ومن خلال عدسات زجاجيه to magnify the image علشان تكبر الصوره. اللايت مايكروسكوب كان ماجنيفاي ايمج اب تو 1000 اكس، لحد 1000 اكس. الالكترون مايكروسكوب تقدر تكبر لحد 100000 اكس، يعني من اقصى تكبير يكبره اللايت مايكروسكوب، المايكروسكوب الالكتروني يقدر يكبر 100 ضعف اكبر تكبير يقدر يكبره المايكروسكوب الضوئي. ولكن الالكترون مايكروسكوب يوزس الكترونز انستيد اوف لايت، عوضا عن الضوء. اما ان هو يرمي الالكترونز اونتو ذا سيرفيس على سطح السبيسمنت العينه، فيطلق عليه السكاننج الكترون مايكروسكوب، المايكروسكوب الالكتروني الماسح. واما ان هو يرمي الالكترونات، يركزها، يعمل فوكسنج للبيم اوف الكترونز ثرو السبيسمنت، فيطلق عليه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، المايكروسكوب الالكتروني النافذ. ولذلك يستخدم الالكتروني المايكروسكوب الالكتروني الماسح علشان يوريك السيرفيسز اوف ذا سامبلز، يعني ايه؟ يوريك ايه اللي موجود على السطح، بينما يستخدم الترانسميشن الكترون مايكروسكوب علشان يكبر لك ويوضح لك الانترنال كومبوننتس او الانترنال ستراكشرز اللي موجوده جوه الايه؟ جوه الخليه. ماشي يا اولاد؟ طيب بعد كده الجدول ده بيوريك ايه اللي ممكن تشوفه عينك، يور نيكد ايز، ايه اللي ممكن يشوفه لايت مايكروسكوب زي النيوكليوس، زي الانيمال سيل، يوريها لك بوضوح. وايه اللي ممكن يشوفه الالكترون مايكروسكوب؟ الفيروسز، الرايبوسومز، الاتومز، اللي هي الحاجات اللي بنطلق عليها ليها تركيب دقيق جدا، ليها تركيب دقيق جدا، بحيث اللايت مايكروسكوب كانوت ايه؟ كانوت ماجنيفاي اتس ايمج، ما يقدرش يكبرها عن كده. طيب بعد كده انتقلنا للكلام عن الفرق بين البلانت سيل والانيمال سيلز. قلنا البلانت سيل والانيمال سيلز ار يوكاريوتس. يعني ايه يوكاريوتس؟ هاف ترو نيوكليس، عندهم نواه حقيقيه. Have genetic material اللي هي الـ DNA enclosed by membrane أو bounded by membrane، متحط بغشاء. Have true organelles، عندهم عضيات حقيقية، مش كده؟ طيب، وغالبية الكائنات التي تحتوي على خلايا أطلقنا عليها اليوكاريوتكسز، قلنا إن هي كائنات غالبيتها عديد الخلايا، مالتي سيلولار أورجانيزم. يعني إيه مالتي سيلولار أورجانيزم؟ يعني الكائن بيتركب من خلايا كتير. تموت الخلية ما يموتش الكائن، على عكس الكائن الوحيد الخليه اليوني سيلر، يموت الخليه يموت الكائن. ده الفرق بين الايه؟ بين الانواع المختلفه من الخلايا. نشوف بقى ايه الفرق بين البلانت سيل والانيمال سيل. قلنا ان البلانت سيلز عندها 3 ادفانتجز، عندها 3 مميزات اوفر الانيمال سيل. نمره واحد السيل وول، الجدار الخلوي، مش الغشاء الخلوي، مش السيل ممبرين، السيل وول which protects، بيحمي and give shape، بيدي شكل مميز ليها. الحاجه الثانيه الكلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء،
اللي بتعمل ايه؟ بتلعب دور مهم في عمليه الفوتوسينثيسز او ما يطلق عليه البناء الضوئي. والحاجه الاخيره السنترال فاكيوم او الفجوه الرئيسيه which is responsible for مسؤول عن storage of water تخزين الميه and waste products وتخزين الويست برودكتس اللي هي الحاجات اللي الخليه عايزه تتخلص منها. هل الانيمال سيل عندها فاكيولز؟ اه بس مش سنترال. عندها فاكيولز بس مش سنترال. لكن البلانت سيل هي اللي عندها سنترال فاكيول. يعني ايه سنترال فاكيول؟ فجوه مركزيه. يبقى البلانت سيل عندها 3 ادفانتجز: السيل وول which protects and keeps shape, chloroplasts which do photosynthesis, central vacuum which stores water and chemical waste. While the animal cell الخلية الحيوانية بقى have two advantages, عندها اثنين advantage over the plant cell. عندها lysosomes, اللايزوسومات وهي بيطلق عليها digestive compartments الجزيئات الهاضمة, والcentrioles الأجسام المركزية. الصورة دي يا شباب بتوري الفرق بين الانيمال سيل والبلانت سيل. الانيمال سيل والبلانت سيل ايه؟ يوكاريوتس, يعني عندهم ايه؟ نيوكليس, صح كده؟ ولكن البلانت سيل عندها سنترال فاكيوم فجوه مركزيه, سيل وول البلون البرتقالي دوت مش كده, وعندها كمان ايه؟ الكلوروبلاست البلاستيدات الخضراء المسؤوله عن عمليه البناء الضوئي. هنتكلم عن منظومه الاغشيه الداخليه اندوميمبرين سيستم. وات از ذا اندوميمبرين سيستم؟ ايه هي منظومه الاغشيه الداخليه؟ ذا اندوميمبرين سيستم از كومبوزد اوف, تتركب من ديفرنت ميمبرينز, اغشيه هي منظومه اغشيه, يبقى هتتركب من ايه؟ ميمبرينز which are suspended in the cytoplasm جوه الخليه. الخليه دي ايه؟ اليوكاريوتيك سيل, لان الخليه البروكاريوتيك ما عندهاش اورجانيلز, ما عندهاش اورجانيلز, عندها بس ايه؟ عندها نيوكليس ولا ما عندهاش؟ عندها ماده وراثيه. بروكاريوتس ما عندهاش نيوكليس, عندها ماده وراثيه مش جوه نواه, مش كده؟ فمين عنده, مين عنده اورجانيلز؟ اليوكاريوتيك سيل. يبقى الاندوميمبرين سيستم از كومبوزد اوف ديفرنت ميمبرينز, ما هو اندوميمبرين سيستم, تمام كده؟ واندو ليه؟ لانه موجود جوه الخليه وبيقسم كل الخليه الى اورجانيلز واضحه. ايه الكومبوننتس بتاعت الاندوميمبرين سيستم؟ ايه محتويات منظومه الاغشيه الداخليه؟ البلازما ميمبرين اللي هو الغشاء الخلوي, السيل ميمبرين يعني. النيوكليار انفلوب الغلاف النووي, الاندوبلازميك ريتيكولم الشبكه الاندوبلازميه, الجولجي اباريتس او ما يطلق عليه الجولجي بادس اجهزه جولجي, واخر حاجه خالص اللايزوزومز الاجسام الهضمه. لما اتكلم عن اللايزوزومز يبقى انا بتكلم عن الانيمال سيل, لكن لما اخبي اللايزوزومز يبقى انا بتكلم عن البلانت سيل او عن الانيمال سيل, لان الانيمال سيل فقط هي التي تحتوي على لايزوزومز او اجسام هضمه. وضحت الرؤيه؟ طيب نبتدي واحده واحده. البلازما ميمبرين, قال لك البلازما ميمبرين از سيلكتيف بارير, حاجز انتقالي. ما احنا قلنا في شابتر 4 ان البلازما ميمبرين السيمي بيرميبل. يعني ايه سيمي بيرميبل؟ يعني شبه نفاذ. طالما شبه نفاذ يعني ما بينفذش كل حاجه, يعني انتقالي. عشان كده فاكر المثال اللي قلت لك في الحج, في على مكه بوابات, البوابات دي ما بتدخلش الا اللي معاه تصريح. يبقى اللي عايز يدخل يحج لازم يكون معاه تصريح. طب واللي عايز يطلع, يطلع ولا ما يطلعش؟ يطلع, لان ده بالعكس ده بيخف على مكه, مش كده؟ فالبلازما ميمبرين وظيفته ان هو سيلكتيف بارير, حاجز انتقائي. يعني ايه حاجز انتقائي؟ ينتقي الحاجه اللي تخش له. معنى كده ان في مولكيولز كروس ذا ميمبرين فيري ايزلي, بتعدي من الميمبرين بسهوله, وفي مولكيولز ويتش كانوت كروس ذا ميمبرين فيري ايزلي, لا تستطيع انها تعدي بسهوله, تمام كده؟ طيب اتفقنا ان الجنرال ستراكشر بتاع البيولوجيكال ميمبرينز ديت, بتاعت الاغشيه البيولوجيه دي, انه بيتكون من دبل لاير, واطلقنا عليها كلمه ايه؟ باي لاير اوف فوسفوريت, من الدهون الفوسفوريه. ايه الدهون الفوسفوريه دي؟ احد انواع الليبيدز. ما احنا قسمنا الليبيدز في شابتر 2 لايه؟ لترو فاتس دهون حقيقيه, وفوسفوليبيدز دهون فوسفوريه, وايه؟ وستيرويدز. قلنا ان الدهون الحقيقيه والدهون الفوسفوريه دي ايه؟ سلسله من الهيدروكربون, هيدروكربون تشين. امال مين الوحيد اللي على شكل حلقات الاستيرويدز؟ تمام كده؟ فالغشاء البلازمي بيتكون من دبل لاير, طبقه مزدوره او بيطلق عليها الباي لاير اوف فوسفوليبيدز, بالاضافه للبروتينات والكربوهيدرات. هذا الدبل لاير اتفقنا, ادي الدبل لاير عباره عن ايه؟ هيدروفيليك هيدز, رؤوس محبه للميه, هيدروفيليك يعني محب هيدز, موجوده تو ذا اوتر اوف ذا ممبرين. يعني ايه؟ دايما بره الممبرين, اما بصت تو ذا اوتسايد اوف ذا سيل, واما بصت تو ذا انسايد اوف ذا سيل. بينما الديول دي بيطلقوا عليها ايه؟ ديول كارهه للميه, هيدروفوبيك تيلز. يبقى الفوسفوليبيد باي لاير كونسيست اوف a double layer of phospholipids, each consists of hydrophilic head and two hydrophobic tails. تمام؟ طيب انتقلنا بعد كده للكلام عن النيوكلير انفلوب الغلاف النووي. ما هو الغلاف النووي؟ ذا نيوكلير انفلوب هو غلاف انكلوزز بيحتوي على النيوكلس, بيحوطها,
The nuclear envelope consists of two membranes. بيحتوي على غشائين. That's why the nuclear envelope is called the nuclear envelope. ولذلك بيطلقوا عليه nuclear envelope غلاف. لأنه is made up مصنوع من two membranes. Each كل واحد فيهم consists of a lipid bilayer. ليه ربنا خالق الغلاف النووي بهذه الأهمية؟ لأن يا ولاد النيوكليوس هو البرين بتاع الخلية. زي مخك كده هو أهم حاجة عندك. فالأهم حاجة في الخلية هو النيوكليوس. ليه؟ لأنها controls all cell activities كل أنشطة الخلية. بالإضافة كمان أنها contains the DNA اللي هو الجيناتيك ماتيريال. بيطلقوا يا شباب على DNA plus protein بيطلق عليه علميا باسم الكروماتين. والكروماتين ده هو الحاجة اللي كوندنس تتكثف to give what is called chromosomes a chromosomal. عدد الكروموسومات في الإنسان كام؟ 46 صح؟ مقسمة على إيه؟ two pairs يعني إيه؟ يعني اقسم 46 على 2 يديك البيرز بتاعت الكروموسومز. جوه النواة كمان في حاجة صغيرة جدا دقيقة اسمها النيوكليولس النواة which is located within the nucleus and موجودة جوه النواة and is the site وهي مكان الريبوسوم الـ RNA synthesis مكان تخليط الحمض النووي الريبوزي اللي هو الـ RNA من طراز فاكر لما قلت لكم اسموها لطرازات من طراز R هو في كام طراز في الحمض النووي الريبوزي؟ ثلاثة الـ M والـ T والـ R الـ M اختصار messenger الرسول اللي بيطلع بره النواة حامل الشفرة الوراثية اللي اتنسخت عليه والـ T الترانسفورمر اللي بيترجم الشفرة دي والـ RRNA اللي موجود في الريبوسومز لما يخش الـ M جواه جوه الريبوسومز تترجم الشفرة الوراثية إلى بروتين. اتفقنا ان احنا عندنا جوه الخليه مصانع للبروتينات بروتين فاكتوريز بيطلق عليها الريبوسومز. وات ار ذا ريبوسومز؟ هي بارتكلز جزيئات ميد اوف مصنوعه من ار ار ان اي بالاضافه الى البروتين. الريبوسومز ار سينثيسايز بتخلق ان ذا نيوكليولس في النوايه معنى كده ان النوايه بيخلق فيها ار ار ان اي وبيخلق فيها الريبوسومز which is found in the nucleus موجودة جوه النواة. الريبوسومز وظيفتها الأساسية carry out بتؤدي وظيفة البروتين synthesis أو تخليق البروتين ولذلك sites of protein synthesis أماكن تخليق البروتين هي الريبوسومات. الريبوسومز are divided بتقسم into two types بنوعين free ribosomes و bound ribosomes حرة ومنتصقة. حرة يعني إيه؟ suspended in the cytoplasm هيمة بينما باوند اتاتشد يعني ايه اتاتشد ملتصقه بايه بحاجتين اما ملتصقه بالشبكه الاندوبلازميه ودي هنتكلم عليها دلوقتي واما ملتصقه بالغلاف النووي. الشبكه الاندوبلازميه بقى ذا اندوبلازميك ريتيكولم اكاونتس تو سيرف تقريبا مور ذان هاف اوف ذا توتال ميمبرين ما اكتر من نص الاغشيه ان ميني كيوكاريوتيك سيلز في كثير من الخلايا حقيقيه النواه. ذير ار تو تايبس اوف اي ار في نوعين من الشبكه الاندوبلازميه السموث الملساء والرف المحببة. The smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes يعني ما عليهاش ribosomes attached ليها. وما هي ribosomes؟ protein factors مش كده؟ بينما الرف endoplasmic reticulum عندها ribosomes attached to its surface. يبقى أول فرق بين الشبكة الاندوبلازمية الملساء والشبكة الاندوبلازمية المحببة اللي هي السموث والرف the presence أو absence of ribosomes. لو مش موجودة تبقى smooth لو موجودة تبقى رف. كمان لو تاخد بالك الرسمه دي بتوريها ادي البلازما ميمبرين ادي الغشاء البلازمي ادي النثموس اندوبلازميك ريتيكولم وادي الرف عليها الريبوسومز اهيت وادي النواه تلاقي الريبوسومز اتاتش بايه لتو سايتس اما النيوكليار انفلوب الغلاف النووي واما الشبكه الاندوبلازميه المحببه اللي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم. كمان في فرق مهم بين النثموس اندوبلازميك ريتيكولم والرف اندوبلازميك ريتيكولم. ايه هو؟ ان الفانكشن بتاعت النثموس ان النسموس بتلعب دور في السينثيسيس اوف ليبيدز بتساعد في تصنيع الدهون وفي الميتابوليزم اوف كربوهيدراتس فايض الكربوهيدرات وفي عمليه الديتوكسيفيكيشن اوف بويزونز ازاله السميه من الخليه عشان تحافظ على صحتها والستورج اوف كالسيوم في تخزين الكالسيوم. اما الشبكه الاندوبلازميه المحببه اللي عليها رايبوسومات اتاتشد تو اتس سيرفيس لاصق على سطحها بتلعب دور في ايه؟ بالمنطق الشبكة الاندوبلازمية المحببة اللي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم عليها ايه لازق عليها؟ ريبوسومز. وما هي الريبوسومز؟ بروتين فاكتورز. وبالتالي اهم وظيفة للرف اندوبلازميك ريتيكولم المانيفاكتشر تصنيع والديستريبيوشن اوف بروتينز تصنيع وتوزيع الدهون. بالاضافة كمان انها بتلعب دور مهم جدا في صناعة ميكينج اوف اديشنال ميمبرينز للخلية طوال حياة الخلية. بعد كده هنتكلم عن الجولجي بادز او الجولجي اباريتس اجهزة الجولجي. أجهزة جولجي دي يا ولاد عبارة عن إيه؟ تلاقي تعريفها جولجي أباريتس
consists of تتكون من flattened membranous sacs أكياس مسطحة غشائية. لازم غشائية لأني بتكلم عن الإندو ميمبرين سيستم، أنا بتكلم عن منظومة أغشية، فكل حاجة بتكلم عليها عبارة عن إيه؟ أغشية، لأن هي كلها منظومة أغشية. قال لك البولجي بودز هي الشيبنج أند ريسيفنج سنتر، يعني إيه؟ مركز الشحن والاستقبال، يعني المينا بتاعت الخلية، المينا بتاعت الخلية، كل حاجة عايزة تخش لازم تتهيأ تعمل لها موديفيكيشن فين؟ في الجولجي، وكل حاجة عايزة تعمل لها شحن تطلع منين؟ من الجولجي. معنى كده ان الجولجي ده ايه؟ الفينيشينج فاكتوري. يعني ايه الفينيشينج فاكتوري؟ مصنع التفنيش. كل البرودكتس اللي طالعه من الشبكه الاندوبلازميه وعايز الخليه تصدرها، او البرودكتس اللي داخل الخليه، لابد ان الجولجي يلعب فيها دور عن طريق حاجه بيطلق عليها الفيزيكلز او الحويصلات. والفيزيكلز تو تايبس، اما اوت جوينج فيزيكلز واما انكمينج فيزيكلز. اوت جوينج يعني ايه؟ من جوه لبره، وانكمينج يعني ايه؟ من بره لجوه. ماشي يا اولاد؟ انتقلنا بعد كده للكلام عن اللايزوزومز. يبقى هنا بتكلم بقى من الاول، هنا بتكلم عن الانيمال سيل. ليه؟ لان هي الدايجستيف كومبارتمنتس، الاجسام الهضمه اللي موجوده جوه الانيمال سيل. هذه الدايجستيف كومبارتمنتس ميمبرينوس غشائيه، ما هي من ضمن منظومه الاغشيه، بالاضافه انها بتحتوي على هيدروليتيك انزيمز، يعني ايه؟ على انزيمات هاضمه which can digest، تقدر تهضم الماكرو مولكيولز، الجزيئات الكبيره، بروتينز، فات، بوليساكرايدز، نوكليك اسيدز وهكذا. هذه اللايزوزومز بتلعب دور كمان في عمليه الريسايكلينج، تدوير السيل اورجانيلز اللي هي الايه؟ العضيات اللي انتهت صلاحيتها. خلاص عضيه انتهت صلاحيتها، تعمل ايه فيها الخليه؟ تعمل لها عمليه ريسايكلينج او اعاده تدوير. اتكلمنا بعد كده عن نوعين من الاورجانيلز، اسمهم الانرجي كونفرتنج اورجانيلز، العضيات المحوله للطاقه، اللي هم ايه؟ الميتوكوندريا والكلوروبلاست. قبل ما نقول الفروق بين العضيتين دول، نقول الاول الكاركترستكس بتاعتهم او المميزات. قال لك الاثنين both are not part of the endomembrane system، الاثنين مش من ضمن منظومه الاغشيه. اتفقنا ان منظومه الاغشيه بتشمل خمس حاجات: بلازما ميمبرين، مش كده؟ النيوكلير انفلوب، غلاف نووي، اندوبلازميك ريتيكولم، شبكه اندوبلازميه، جولجي بادز، اجهزه جولجي، واخر حاجه كانت ايه؟ اللايزوزومز. في عضيتين اللي هم الميتوكوندريا والكلوروبلاست بره، عشان كده اول صفه ليهم not part of the endomembrane system. Both are circular or ovoid، يعني شكلهم يا دائري يا بيضاوي. Both are enclosed by a double membrane، عندهم غشائين بس مش من ضمن منظومه الاغشيه. عندهم اغشيه outer وinner بس مش من ضمن منظومه الاغشيه. Both have an intermembrane space، الممبرينز بتلزق في بعض، في سبيس ما بينهم. Both are involved in ATP production، الاثنين energy converting organelles، يبقى ده طبعا energy اللي هو الاي تي بي بتاع عمله الطاقه في الخليه. Both have own دي ان اي، كله عنده الدي ان اي، الاثنين دول بالذات عندهم الدي ان اي الخاص بيهم. ولذلك قلنا بلانت سيل الدي ان اي تلاقيه فين؟ في النيوكليس، في الكلوروبلاست، في الميتوكوندريا. بينما الانيمال سيل، الانيمال سيل عندها كلوروبلاست؟ لا، ولذلك تلاقي الدي ان اي في الميتوكوندريا والنيوكليس. ايه بقى الفرق بين الميتوكوندريا والكلوروبلاست؟ ان الميتوكوندريا بتحتوي في الماتريكس بتاعتها، في الحشوه بتاعتها، كونتينز ريسبيراتوري انزيمز. طبيعي، ليه؟ لان اهم الوظيفه المهمه بتاعت الميتوكوندريا هي السيلولر ريسبيريشن، التنفس الخلوي، وبالتالي اهم حاجه موجوده في حشوتها هي ريسبيراتوري انزيمز. الكلوروبلاست ايه وظيفته؟ فوتوسينثيز، بناء ضوئي، ولذلك الحشوه بتاعته بتحتوي على ايه؟ على الثايلاكويد اللي هو القريصات، which contain the pigment green pigment اللي بيطلق عليها الكلوروفيل. الميتوكوندريا generates ATP، ما هي energy converting organelle، عضية محولة للطاقة، يبقى ليها علاقة بالطاقة، فهي generates الـ ATP، بتولد الـ ATP اللي هو عملة الطاقة من الجلوكوز. دي بتستخدم الطاقة الايه؟ الضوئية، اللايت انرجي، علشان تنتج الجلوكوز. الميتوكوندريا موجودة في كل أنواع الخلايا، بلانت أنيمال، لكن الكلوروبلاست موجود فقط في البلانت سيلز، أو بالأحرى موجود في الكائنات اللي بيطلق عليها البروديوسرز، المنتجات، صح؟ اللي هي بتستخدم الضوء لتصنيع غذائها بنفسها. بعد كده انتقلنا للكلام بقى عن كل حاجه بالتفصيل. الميتوكوندريا هي السايتس، اماكن السيلولر ريسبيريشن، التنفس الخلوي. وما هو التنفس الخلوي؟ الميتابوليك بروسيس، عمليه ذات جنريتس اي تي بي، تولد الطاقه. الميتوكوندريا اتفقنا ان ليها تو انترنال كومبارتمنتس اللي هي الانر ميمبرين والاوتر ميمبرين، بالاضافه للماتريكس بتاعتها which is rich of، غنيه بالريسبيراتوري انزيمز او انزيمات التنفس. اما الكلوروبلاستس are the photosynthesizing organelles، العضيات التي تلعب دور في البناء الضوئي. وما هو البناء الضوئي؟
الكونفرجن تحويل اللايت انرجي طاقه الضوء اللي زي طاقه الشمس انتو كيميكال انرجي الى طاقه كيميائيه ممثله في ايه؟ في سكر الجلوكوز المونوسكرايد اللي بينتج من عمليه الفوتوسينثيز. من المسؤول عن عمليه الفوتوسينثيز؟ الكلوروبلاست البلاستيدات الخضراء which contain mainly تحتوي اساسا على الجرين بيجمنت اللي اسمها الكلوروفيل. ما هو الكلوروفيل؟ هو الجرين بيجمنت الصبغه الخضراء which makes plants اللي بتخلي النباتات لوك جرين تظهر منها اخضر. واي؟ ليه؟ لان الكلوروفيل absorbs all light لانه absorbs all light كل الويف لينسز المختلفه but reflects only the green ولكنه يعكس فقط الاخضر. اما الوظيفه الثانيه للكلوروفيل المهمه انه بيلعب دور في عمليه الفوتوسينثيز او البناء الضوء. طيب بعد كده ننتقل للصوره دي بتوضح لك ايه؟ ان مدخلات الانبوت بتاع الفوتوسينثيز مدخلات البناء الضوئي هي ايه؟ الكربون دايكسايد والووتر ومخرجاته اللي خارج منه ايه من العمليه دي؟ الجلوكوز والاكسجين. تلاقي الجلوكوز والاكسجين ده هو الانبوت المدخل بتاع الميتوكوندريا عشان تشتغل والخارج منها هو الايه؟ المدخل بتاع الفوتوسينثيز. ولذلك بيقولوا ان منتجات الاوتبوت بتاع الميتوكوندريا منتجات الميتوكوندريا هي مدخلات الايه؟ الفوتوسينثيز ومخرجات الفوتوسينثيز هي مدخلات الميتوكوندريا. تمام؟ طيب اخر حاجه خالص هنتكلم عليها في الشابتر ده يا شباب وهو الاكسترا سيلولار كومبوننتس او المكونات خارج الخليه. يعني ايه خارج الخليه؟ اللي بره الخليه، الزايده عن حاجه الخليه، اللي موجوده بره الخليه. هنتكلم عن السيل وول في البلانت سيل وهنتكلم عن الاكسترا سيلولار ماتريكس في الانيمال سيل. ليه؟ لان احنا قلنا ان البلانت سيل عندها ثلاث حاجات مش عند الانيمال سيل. السيل وول صح؟ والكلوروبلاست البلاستيدات الخضراء والحاجه الثالثه كانت الايه؟ السنترال فاكيولا. فالسيل وول هو ايه؟ هو ان اكسترا سيلولار ستراكشر مكون خارج خلوي موجود بره الخليه بيعمل ايه؟ ديستنجوشز بيميز البلانت سيل من الانيمال سيل، بيميز الخليه النباتيه من الخليه الحيوانيه. معمول مني من ايه؟ معمول مني من ماده السليلوز. مني ميد اوف سليلوز، يبقى المكون الرئيسي ده هو السليلوز، والسليلوز از البوليساكرايد. البوليساكرايد بيلعب دور في ايه؟ في البروتكشن. صح؟ بروتكت ذا بلانت سيل. طيب السيل وول بقى بتاع البلانت which is consist of سيلوز بيقسم الى ثلاثه ريجونز. برايمري سيل وول اولي thin and flexible يعني رفيع ومرن. ميدل لاميلا طبقه وسطيه وسكندري سيل وول ده بيكون غالبا thick طليز. لو بصيت بالصوره دي ده يا ولاد بلانت سيل دي خليه نباتيه ودي خليه نباتيه ده الجدار الخلوي بتاع خليه نباتيه وده الجدار الخلوي بتاع الخليه الثانيه يبقى دي بلانت سيل ودي بلانت سيل. تلاقي كل بلانت سيل عندها برايمري اهو رفيع وسكندري والاثنين عندهم 1 ميدل لاميلا يعني كل 2 ادجيسنت بلانت سيلز هاف 1 ميدل لاميلا ان كومن عندهم 1 ميدل لاميلا مشتركه ما بينهم. تمام؟ طيب ننتقل للكلام بعد كده عن الاكسترا سيلولار ماتريكس. اتفقنا ان الانيمال سيل ما عندهاش سيل وول ولكن عندها بديلها ايه؟ اي سي ام او ما يطلق عليها الاكسترا سيلولار ماتريكس الماده خارج الخلويه. المادة العنصر الأساسي اللي موجود في الـ ECM هو عنصر الكولاجين فايبرز، ألياف الكولاجين، بتعمل إيه؟ هولز بتضم السيلز توجذر أند بروتكتس وبتحمي البلازما ممبرين لغشاء البلازما. آخر حاجة هنتكلم عليها خالص في الشابتر دوت الفرق بين السيليا اللي موجودة في الصورة ديت والفلاجيلا اللي موجودة في الصورة دي. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ نمشي كده بالترتيب. نقول الأول فرق الطول. السيليا shorter than a flagella يعني معنى كده ان السيليا are short while the flagella are long طويله. السيليا hundreds من السيليا تقدر تعدها؟ لا. بينما الفلاجيلا can be counted لانها دايما less than 10 اقل من 10. السيليا بتتحرك ازاي؟ rotational دائريه بينما الفلاجيلا حركتها ايه؟ wave like على شكل موجات. يبقى بيختلفوا في الشكل دي اقصر من دي بيختلفوا في العدد دي اكتر من دي بيختلفوا في طريقه الحركه دي بتتحرك روتيشنال دي بتتحرك ويف لايك على شكل موجات. كمان السيليا لا توجد الا في اليوكاريوتيك سيلز بينما الفلاجيلا كان بي فاوند ان بروكاريوتيك اند يوكاريوتيك. ولكن السيليا والفلاجيلا بينهم حاجه بتجمعهم الوظيفه الفانكشن وايه كمان؟ والتركيب والكومبوزيشن. بيشتركوا في الوظيفه، ايه وظيفتهم؟ حركه. ماليش دعوه كل واحد بيتحرك ازاي، لكن هما الاثنين بيتفقوا فان هما بيحركوا الكائن، صح؟ يبقى الوظيفه بتاعتهم حركه، بيشتركوا في الوظيفه. تمام كده؟
وبيشتركوا كمان في التركيب. ليه؟ لان السيليا اند فلاجيلا ار كومبوست اوف بيتركبوا من مايكروتوبيولز اوف بروتين، يعني انابيب دقيقه جدا من البروتينات. بكده يا اولاد احنا نهينا شابتر 3 وهنبتدي على طول في شابتر 4 اللي بيتكلم عن ذا وركينج سيل او الخليه العامله. قلنا ان البلازما ممبرين، البلازما ممبرين هاف عنده فلويد موزايك موديل. يعني ايه؟ يعني موديل فسيفساء مائع. الموزايك يعني فسيفساء، فلويد يعني مائع. ايه اللي بتقول؟ ليه بنقول على البلازما ممبرين ان هو فلويد موزايك؟ ليه بنقول عليه ان هو فسيفساء مائع؟ الاول موزايك ليه؟ ليه موزايك؟ لانه بيتكون من رؤوس هيدروفيليك ليدز بتاعت طبقه الفوسفوليبيدز كلها متراصه زي الموزايك. In which the proteins are embedded. بينما أطلق عليه فلويد نتيجة وجود مادة الكوليسترول. Which يعني إيه يا أولاد؟ يعني المحشورة في الباي لير، في طبقة الباي لير بتاعت الفوسفوليبيدز. تمام كده؟ يبقى بيطلق على الممبرين أن هو موزايك نتيجة الرصة الدقيقة للهيدز بتاعت طبقة الدهون اللي هي المحبة للمية الهيدروفيليك هيدز. In which the proteins are embedded، مقمورة فيها البروتينات. وبيطلق عليه مائع نتيجه وجود ماده الكوليسترول. وحركه الاهتزازيه للبلازما ممبرين راجعه لعمليه الموفمنت اوف مولكيولز اكروس ذا ممبرين. عن طريق ايه؟ انها بتعدي من البروتين تشانلز اللي موجوده في طبقات البروتينز او القنوات اللي موجوده في البروتينات المقموره داخل الفوسفوليبيدز. طيب بعد كده انتقلنا للكلام على انواع المولكيولز ويتش كروس ذا بلازما ممبرين وقسمناها لتو تايبس. نون بولر مولكيولز جزيئات غير قطبيه وبولر مولكيولز جزيئات قطبيه. قلنا ما هي النون بولر مولكيولز؟ هي الجزيئات اللي الخليه مش محتاجه تستقطبها، هي محتاجاها زي الاكسجين الووتر وما او الكربون الدكسيد اللي عايزه تخلص منه نتيجه ان هو طالع من عمليات التنفس الخلوي. فدي حاجات كلها بيسموها نون بولر مولكيولز، جزيئات غير قطبيه لا تحتاج الخليه الى استقطابها. اما الجزيئات التي تحتاج الخليه استقطابها بيطلق عليها البولر مولكيولز، بتشمل الكومبلكس شوجرز والبروتينز، السكريات المعقده والبروتينات. which cannot cross the membrane very easily، لا تستطيع انها تعدي الممبرين بسهوله. خدنا يا اولاد تو بروسيسز فرقنا بينهم، الاوزموزيس، الاوزموزيه والديفيوجن. فاكرين ايه المثال اللي انا قلت لكم؟ مثال بسيط جدا. انت بتيجي الصبح تحط كيس شاي ليبتون في كوبايه ميه. الشاي بيحصل له انتشار من الكيس للميه، صح؟ من الكيس للميه، يعني ايه؟ يعني الشاي بيتحرك من الكيس للكوبايه. ليه؟ يعني انتشر. انتشر من ايه؟ من تركيز عالي جوه الكيس لتركيز واطي جوه الميه. في المقابل بعد فتره بتشيل كيس الليبتون عشان ترميه تلاقيه بينقط. ليه؟ لان الميه دخلت جواه، الميه دخلت جوه الكيس، دخلت بايه؟ بالاوزموزيه. يبقى ايه الفرق بين الاوزموزيس والديفيوجن؟ ان الديفيوجن بيوصف لك حركه الموفمنت اوف سوليوت اللي هو الشاي زي ما انا قلت، الموفمنت اوف سوليوت من هاي للو، من هاي للو. اما الاوزموزيس بيوصف حركة السولفنت مش السوليوت، المزيل. والمزيل ده لازم يكون ايه؟ سائل، فلويد، مش كده؟ حركة المزيل من ايه لايه؟ من لو لهاي. لو هاي دي عايدة على مين؟ على الشاي السوليوت مش المية. يبقى الديفيوجن حركة السوليوت الشاي من هاي للو، من شاي كتير جوه الكيس لشاي قليل في الكوباية. أما الأوزموزيس حركة المية السولفنت من الشاي القليل في الكوباية للشاي الكتير في الكيس. تمام؟ طيب أنت مش ممكن تجيب معلقة شاي وتحطها في مية برضه تنتشر؟ تنتشر. يبقى معنى كده أن الكيس مش شرط لحصول الديفيوجن. الكيس احنا ده بنعبر عليه ايه بقى في البيولوجي؟ بنعبر عنه بالسيمي بيرمبل الممبرين او بالغشاء. لكن لو ما كانش في كيس المايه كانت هتعرف تدخل في حاجه؟ لا. ولذلك الكيس بقى او اللي هو الغشاء من صفات الاوزموزيس ات اوكيرز اونلي، تحدث فقط اكروس سيمي بيرمبل الممبرين، اما هنا ات داز نوت ريكواير سيمي بيرمبل. ده الفرق بين الديفيوجن والاوزموزيس. ولذلك بيطلقوا على الاوزموزيس ان هو سيلكتيف تايب، نوع انتقائي من انتشار ايه؟ السوائل، من انتشار فلويد ديفيوجن. تمام كده؟ خدنا كمان يا شباب الفرق بين انواع الترانسبورت المختلفه. عندنا نوعين، اكتف ترانسبورت والباسيف ترانسبورت، النقل النشط والنقل السريع. ايه الفرق ما بينهم؟ نمشي واحده واحده. الاكتف ترانسبورت يوزز انرجي، لازم طاقه اللي هي اي تي بي. الباسيف ترانسبورت داز نوت ريكواير انرجي، مش محتاج اي تي بي. الاكتف ترانسبورت
موف سبستانسز بيحرك المواد اجينست ضد مدرج التركيز. وانا اتفقت معاك مدرج التركيز اللي هو ايه؟ المنطق. المنطق بيقول ان الجزيئات تتحرك من الكتير للقليل. المليان يصب على الفاضي، مش المنطق بيقول كده؟ المليان يصب على الفاضي. فلو الجزيئات اتحركت ضد مدرج التركيز، يعني اتحركت من اللو للهاي، من الفاضي للمليان، العكس، ولذلك محتاجه طاقه. اما الباسيف ترانسبورت الجزيئات بتتحرك مع داون كونسنتريشن جريدنت، مع مدرج التركيز. يعني ايه مع مدرج التركيز؟ مع المنطق. المنطق بيقول ايه؟ من الهاي لللو، المليان يصب على الفاضي، من الهاي لللو. اتفقنا؟ يبقى دول النوعين اوف ترانسبورت، الاكتف ترانسبورت والباسيف ترانسبورت. طيب نتكلم بعد كده عن تو ميكانيزمز بنستخدمهم بالخليه، الاكسوسيتوزيس الطرد الخلوي والاندوسيتوزيس الابتلاع الخلوي. اول ما تلاقي كلمه اكسو يعني بره، اكسو يعني بره، اندو يعني جوه، بره يعني ايه؟ يعني من جوه الخليه لبره، اطلع بره السكشن، يبقى انت من جوه الفصل لبره الفصل، ادخل يبقى من بره الخليه لجوه الخليه. ما هو الاكسوسيتوزيس؟ ميكانيزم يوزد بتستخدمه ذا سيل الخليه تو علشان ايه؟ اكسبورت مولكيولز out of the cell such as proteins and polysaccharides، تصدر مواد بره الخليه من جوه لبره. اما الاندوسيتوزيس الابتلاع الخلوي بيستخدم to import تستورد substances useful to the cell محتاجاها الخليه، needed by the cell محتاجاها حياه الخليه. تمام كده؟ ادي صوره بتوري لك الاكسوسيتوزيس بخطواته، ادي المولكيولز اللي الخليه عايزه تخطوها، بتتكون حواليها فيزيكال، اطلقت عليها ايه؟ اوت جوينج فيزيكال، فيزيكال هتتحرك لبره، تقرب من الممبرين، ولان تركيبها مشابه لتركيب الممبرين تلتصق به، وتخرج الجزيئات بره تطرد عن طريق البروسيس اللي بنطلق عليها الاكسوسيتوزيس. اما الاندوسيتوزيس ادي الجزيئات اللي محتاجاها الخليه، تتكون الفيزيكال اللي هي الانكمينج فيزيكال، تقفل وتدخل جوه الخليه علشان الخليه تستخدم المنتجات اللي هي محتاجاها. بعد كده انتقلنا للثلاث انواع من الاندوسيتوزيس، قلنا ان الابتلاع الخلوي بقى اللي هو من بره لجوه ديفايدد بيتقسم انتو 3 تايبس. فاجوسيتوزيس التهاب خلوي بيطلق عليه، هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب سيلولار ايتنج اللي هو الاكل الخلوي. بينوسيتوزيس السوائل للفلويدز مش للمواد الصلبه، للفلويدز، ويطلق عليه السيلولار درينكينج الشرب الخلوي، بالاضافه للنوع الثالث الريسبتور ميديتد اندوسيتوزيس الادخال الخلوي جاستيك ريسبتورز مستقبلات. طيب التقدم بعد كده للكلام عن الانرجي، وات از انرجي؟ ما هي الانرجي؟ از ديفايند از ذا كاباسيتي تو بيرفورم ورك. انا اقول لك انت النهارده ما شاء الله مالك عندك طاقه كده، عندك طاقه يعني ايه؟ مصحصح وقادر ترد على الاسئله وقادر تتحرك، فده بيطلق عليها الانرجي از ديفايند از، تعرف على انها الكاباسيتي المقدره تو بيرفورم ورك على اداء العمل. قسمنا الانرجي انتو تو تايبس، كاينيتيك اللي هي الانرجي اوف موشن طاقه الحركه، وبوتنشال كامنه اللي هي الستورد انرجي او الطاقه المخزونه. قلنا ان القوانين the laws which control تحكم الانرجي ترانسفورميشن تحولات الطاقه، او ما يطلق عليها laws القوانين which study بتدرس الانرجي ترانسفورميشن are defined as بتعرف على انها الثيرموداينامكس الديناميكا الحراريه. خلنا two laws of thermodynamics، خلنا قانونين من الديناميكا الحراريه، the first law القانون الاول والsecond law القانون الثاني. قلنا ايه في الفيرست لو؟ ان الانرجي in the universe is constant، الطاقه في الكون ثابته، بعض ولكنها كان بي ممكن ترانسفيرد تنقل من شكل لشكل، من لايت انرجي كيميكال انرجي، اند ستورد وتخزن تشينج بشكل جديد فروم وان فورم تو انذر. يعني ايه؟ يعني البلانتس بتستخدم اللايت انرجي بواسطه الكلوروبلاست علشان تعمل فوتوسينثيس. وما هو الفوتوسينثيس؟ تحويل اللايت انرجي لكيميكال انرجي ممثله في ايه؟ في البرودكشن اوف جلوكوز. طيب لما يحب يخزن الجلوكوز يخزنه على شكل جلوكوز؟ لا، يخزنه على شكل ايه؟ ستارش. والانيمالز تخزن الجلوكوز على شكل ايه؟ جلايكوجين. يبقى كمان ممكن الشكل الجديد من الطاقه يخزن بشكل مغاير عن الشكل اللي انتج بيه. السكند لو اوف ثيرموداينامكس، القانون الثاني من الديناميكا الحراريه، بيقول ان during energy transformations اثناء تحولات الطاقه دي some energy is lost as heat، بعض الطاقه بيفقد على شكل حراره، يطلق عليها الهيت انرجي الطاقه الحراريه، او ما يعرف باسم الثيرمال انرجي الطاقه الحراريه. ماشي يا ولاد؟ اتفقنا بقى ان كل الكيميكال اكشنز اللي بتتم انسايد ذا ليفنج اورجانيزمز ايذر ريليز تطلع اور ستور انرجي، اما تطلع اكسيروجينيك او ستور انتيروجينيك انرجي.
such reactions is called metabolism. بيطلق على هذا البروسيس دي كلها عمليه الميتابوليزم او الاي. The metabolism الاي is a series سلسله من الكيميكال reactions من التفاعلات الكيميائيه that اما انها break down تكسر الكومبلكس مولكيول يعني تبسط من كبير لصغير بطلق عليها كاتابوليزم. او ان هي build up تبني كومبلكس مولكيول الاجزاء المعقده فاطلق عليها انابوليزم. يبقى معنى كده ان الميتابوليزم هو مجموع البنى انابوليزم والهدم كاتابوليزم. البنى الانابوليزم والهدم اللي هو الكاتابوليزم. الاثنين دول مع بعض مجموعهم يسمى ما يعرف باسم الميتابوليزم او الاي داخل الكائنات الحيه. اتكلمنا بعد كده عن عمله الطاقه. ما هو الادينوزين ترايفوسفيت؟ هو مولكيول اوف هاي انرجي، جزيء يحمل قدر كبير من الطاقه. which consist of يتكون من ادينين جروب قاعده نيتروجينيه ريبوز شوجر وسكر ريبوز وثري فوسفيت جروبز. تمام كده؟ هذا ما يطلق عليه اسم الايه؟ المولكيول اوف انرجي او جزيء الطاقه. طيب اتفقنا ان في حاجه مهمه جدا موجوده داخل الخلايا بتساعد في عمليه السبيد اب تسرع من السيلز كيميكال رياكشن اطلقنا عليها الانزيمز. وقلنا ان الانزيمز بتعرف على ان هي ايه؟ الايجنتس العوامل which التي سبيد اب تسرع الكيميكال رياكشنز التفاعلات الكيميائيه وبالتالي فانكشن از بايولوجيكال كاتاليست بتلعب وظيفه كمحفزات بيولوجيه. بيطلق على عمليه التحفيز عمليه التسريع للكيميكال رياكشنز للتفاعلات الكيميائيه اللي بتحدث داخل الخليه بيطلق عليها كلمه الكاتاليسيس او التحفيز. كل انزيم يا اولاد له بارتيكولر تارجت له هدف محدد. هذا البارتيكولر تارجت بيطلق عليه السبستريت ويحمل على سطح الانزيم مكان بيطلق عليه الاكتف سايت الموقع النشط. ما هو الموقع النشط؟ ما هو الاكتف سايت؟ ادي الاكتف سايت على الانزيم ده بنزين وده الاكتف سايت وده السبستريت اللي هو معامل الانزيم التارجت. لازم الفيشه تدخل علشان ايه؟ عشان الانزيم يشتغل. ولذلك كل انزيم له سبستريت وله اكتف سايت وله كمان ايه؟ وله اوبتيمم كونديشن يشتغل فيها. درسنا في الاوبتيمم كونديشن خدنا امثله من التمبريتشر والبي اتش ولكن في كمان حاجه بتوقف الانزيم. ايه هي الحاجه اللي بتوقف الانزيم؟ بطلق عليها الانهبيتور المثبط والمثبط نوعين كومبتيتيف ونون تنافسي ولا تنافسي. تنافسي يعني ايه؟ يعني يتنافس مع السبستريت على المكان فيعملوا عمليه بلوكين او انه يغير من شكل الاكتف سايت فيجي السبستريت يدخل يلاقي الفيشه مش مظبوطه ما يعرفش يدخل فيقف عمل الانزيم. يبقى العمل الانزيم قد يقف بحاجتين بالكومبتيتيف انهبيتور اللي بتعمل بلوكينج للاكتف سايت بتسد فتيجي تدخل الفيشه تلاقيها مسدوده ما تعرفش تدخل او النون كومبتيتيف انهبيتورز اللي هي المثبطات غير التنافسيه which change the shape of enzyme active site. بكده يا شباب احنا خلصنا شابتر 3 وشابتر 4. جود لك ان شاء الله وباذن الله بالتوفيق في الامتحان.